السلام عليكم خوتي اخواتي، مرحبا بكم في قناة زهور العربي. معكم شيخ حسين عواش مبروكة، كل عام وانتم بخير، وشكرا لكم على التعليقات ديالكم اللي كترسلوا لنا وكتشجعونا، وشكرا جزيلا. واليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الطبق اللي كيجي رائع وهائل وكيجي بنين. المهم هذا الطبق هذا بيتزا بلحم الراس ديال العجل، وفين يعني كنجتهدوا بهذه الاطباق هذه اللي كتجي بنينه. شكرا مره اخرى وجزيل الشكر. على بركه الله غادي نبداو ان شاء الله، غادي نصوبوا الطبق ديالنا. عندي اللحم الراس هنا كما كتلاحظوا، غسلته مزيان ونقيته. هو عندي هنا البصلة قطعتها دوائر، ان شاء الله غادي هاد اللحم الراس غادي نبخرو. اللحم الراس كنديرو في الكسكاس على هاد الشكل هذا، كنفرقو هكا وكان حط الدوائر ديال البصلة من فوق. وكندير بصلة بيضاء باش كنصوب هاد البيتزا هادي. راه موجودة موسمية دابا، غندير البصلة ديالي كاملة. دابا غادي نضيف الملح، رشة الملح، الابزار، شوية الابزار، وكان ناخد الكسكاس ديالي كنديرو فوق البرمة اللي موجود هنا سخن فيها الماء كما كنلاحظو. وان شاء الله غادي نخلي اللحم ديالي حتى يوجد يطيب، وديك الساعه عاوتاني نصاوب المكونات الاخرى اللي غادي نصاوب مع البيتزا نوجدهم. ملي يطيب اللحم غادي نوريكم الطريقه باش نصاوب البيتزا ان شاء الله. اللحم الراس هو كيتبخر مره مره كنقلبو. غادي نحضر مع البيتزا ان شاء الله. عندي مطيشه محكوكه هنا، واحد ثلاث مطيشات محكوكين باش نصاوب مطيشة اللي غادي نسقي بها الخبزة ديال البيتزا. عندي هنا فلفلة مقطعة حمراء مقطعة طريفات صغار، والتومة غنضيف ان شاء الله. غادي نضيف المطيشة، غنضيف ليها الهريسة، غنضيف ليها تحميرة، غادي ندمج العناصر بعضياتها الطيشة والكريسة والتحميرة. المقلة ديالي غادي نضيف ليها زيت المائدة باش غادي نصوطي هاد التومة وهاد الفلفلة. غادي نضيف التومة، غنضيف المقلة، غنضيف ليها الملحة، واحد شوية البزار القليل، البزار
شويه ديال التحميره دابا غادي نصوطي هاد مزيان مع الثومه ان شاء الله. كنقليوها مزيان ثم وهاد الفلفله الحمراء. انا اختصرت اليوم في البيتزا اللي غندير اليوم الحمراء، غندير فيها الفلفله الحمراء. ما هي بيتزا راه كدير فيها الفلفله الحمراء خضراء صفراء، انا اكتفي غير بالشكل احمر، يعني ما فيش حمراء والفلفلة حمراء. كنعطيها واحد لبدة هائلة يعني رائعة. الفلفلة هي تقريبا هي وجدت، غادي نحيدها ان شاء الله وغنديرها في التبصيل. نخلي هاد الزيت هادي هي باش غادي ندير صوص طوماط، وهادي غادي نحطها في الضيف في الطبسيل. فليفله كنحطوها جانبا في هاد الطبسيل هادو، كنخليوها تبرد، وكناخدو صوص طوماط اللي زدنا ليها الهريسة وشويه ديال التحميرة، وغنضيفهم في المقلاة اللي كنا قلينا فيها. غندير صوص طوماط دابا، غادي نصب صوص طوماط، نخلي صوص طوماط ديالي طيب على خاطرها، غادي نقص ليها البوطا، نخليها طيب على بالمهل، يعني حتى توجد. غنضيف ليها واحد شويه من الملحة، خلي صوص الطوماط ديالي توجد ونتلاقى معكم ان شاء الله. بعد ما طاب لي اللحم الراس قطعته طريفات بهذا الشكل، هذا طريفات صغار كما كتلاحظوا البصله هي. دابا غادي الخبزه ديال البيتزا غادي نضيف ليها طماطم، نسقيها مزيان. نشرب واحد شوية، كنضيفو فلفل أحمر مع الثوم، كنضيفو لحم الراس،
نضيف البصل نضيف الزيتون الأخضر الأسود وكنضيفو فرماج أحمر في كل الفرن ديالنا ديجا سخناه على درجة 180 وجدينو باش سميتو كندخلو البيتزا ديالنا تطيب. دابا كلشي صوبناه وبقى لنا ندخلوها الفرن ان شاء الله، والطبق ديالنا ملي غادي يجي غنقدمو لكم الشكل النهائي ديالو ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا اللي درنا باللحم الراس، كنقدموا مع سوب ديال الخضار، كتجي هائله ورائعه، وكنتمنى ان شاء الله ديروا بحالها، وكنتمنى لكم موعد ان شاء الله مره اخرى مع طبق جديد ان شاء الله. بارك الله عليكم والله يحفظكم وشكرا لكم والى اللقاء.